التبرع بالكبد خصيصا يعني انها ضرر على المتبرع، ترى مو بصحيح، لانها سبحان الله العظيم بعد فتره ترجع شكلها الطبيعي وحجمها الطبيعي. فانت تتبرع اليوم لشخص مثلا سواء قريب او تعرفه او فعل خير ما تعرفه، ترى بعد فتره بترجع كبدك زي ما هي، ولكن ان شاء الله لك الاجر العظيم اللي بتحصل ان شاء الله على ما ذكرته ابو عبد المحسن. بنجيب على طاري التبرع، وما التبرع امس واحد طرفه يعني، واحد يقول انا والله اني حبيب وسامح، ولو تقول عطني مخبات قدام خذ وانا ما اعرفك، يقول ما ضحوك مزوح اموري زينه بس فيني مشكله. وش هي؟ زعوق في السواقه. يقول ما يروح اسبوع ما مديت لي ادمي. لا سواقه حديته وقف خلاص انتهى الموضوع، تفاهم. التفاهم باطع على رقبته وامشي. هذا ماخذ القشاره كلها بهالجانب بس. يقول والله العظيم ما فيني قشاره، بس قشارتي في السواقه. عصبي ما تحمل احد يحدني، احد يخطي علي. يقول يوم يقول لكن من الميز اللي عندي الجميله طراها التبرع، يقول من الميز يقول فيني فزعه. يقول والله يجيني رسائل ناس ما اعرفهم تبرعوا علي بن ناصر بن حمد في المستشفى الفلاني، يقول والله ما اعرفه، يقول اطمر تفرع دم. اقول لك الرجال فيه حميه وفيه رجوله، بس مشكلته هالفكره هذه انه لازم ادب اي واحد يمشي غلط في الشارع بادبه، ما انت مبادن على خلق الله انت. المهم يقول قدر الله سبحانه، يقول جيني رساله هاك اليوم ولا قاعد ولا والله مبطي ما تبرعت بالدم، جي لي 4 أشهر 5 أشهر قلت ها والله هذا مسلم يحتاج مني يفزع له، خلا بطمر له. يقول والله اروح المستشفى قلت هذا ملف فلان بن فلان، والله ما اعرفه ما اعرف الرجال. قال والله الله عندنا ومحتاج الدم فعلا، قلت بسم الله توكل على الله. يقول والله اسحبوا مني دم. اي والله يقول ما دورتهم ولا يعني بغيت منهم جزاء ولا شكورا من اهل المريض هذا. يقول طلعت، يقول خلصت لي مشوار والله تقلي ها ها، يعني تعرف اول يوم لازم الواحد يرتاح. يقول لا انا جهدت نفسي. يقول ثري جيت عندي اشاره وانا اهوجس، يقول دق لي بوري اللي وراي. يقول انا جيت امشي ذكرت كنت بس بمشي اخاف الحين اخذ قسيمه خلا اتاكد واطق البريك. يقول الا طاط انا لله وانا رجل. يقول انا عاد شفتها خضراء مشيت خلاص يعني. يقول ترى زعل اللي وراي. يقولوا يلحقني لبك احو ما انا في جهدك اليوم. اليوم مالي خلقك انا ولا لو غير اليوم انا لله. يقول احاول اتخلص منه، احاول اتعذر منه، يا لا حبيب اسف يا ابن الحلال، ما في فايده لبك. تحين انا هوجس، يقول انا هوجس بس وانا ادور موقف. تحين انا قبل شوي متبرع لادمي ما اعرفه، وهالحين هذا بيخلص باقي دمي ولا نثرت دمه؟ وش ذا الدبرة الخايبة ذي؟ تدري يقول ولا بق. يقول يوم جاء يقول وانا اقف له، يقول يوم اقبل عليه قلت السلام عليكم. السلام عليكم. ابى اقول لك كلمة وسوي اللي تبي. قال خير، وش عندك؟ انت ما انت بصاحي، انت مهبول، انت. قال اصبر علي بحتي. قال سب. قال والله العظيم اني طالع من المستشفى متبرع الرجال والله ما اعرفه، وهذا هو وهذه اللزقه في يدي لها الحين حق التبرع بالدم. الحين وانا اخوك انا دايخ وتعبان وابي لي ارتاح، وانت الله يهديك الحين ابلشتني، اما نثرت دمي ولا نثرت دمي؟ الحين توني معطي دمي واحد ما اعرفه، ابى اقدر ابلب دم من بعد ما اعرفه، انثر دم من ما اعرفه. تعوذ من ابليس. قال والله الصادق. قال لي والله العظيم يا صادق. قال جل تدري والله لحب راسك. والله لي لحب راسك، بيض الله وجهك علم الغالم. يقول والله ترح مطابر حصي حب راسي، شكر مني انك فزعت لهالرجال وما تعرفه وانت جيد بس وراك الله يهديك. الله يهديك تحولت. قال يا ابن الحلال والله دايخ ويقولك طالع من المستشفى. قال لا بلا معذور معذور، تامري شيء تبي يوصلك؟ قال لا. قال فمان الله. هذا ايش دل عليه؟ الناس فيها طيبة. يا سلام عليك. الناس فيها خير. بس بادر بالخير. بادر بالخير ولا تحمق، لا تغضب. لا شوف قضية لا تغضب على قولة أبو مساعد الله يجعله في جنة النعيم، يقول هو بيباع في خياش نشتريه. بس ولو الحلم إيه؟ التحلم. لا يا سلام عليك، لكن الإنسان يعود نفسه إيه؟ على قضية الصبر.
يعني شوف هذا الآن ترى